اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في كل مكان، اتواصل معكم عبر صباح الشروق، ونجدد ترحابنا بالخبير الاقتصادي استاذ امين خضر. اهلا بك من جديد وصباح الخير. صباح النور بعد الالغ الجميل من هذه الثنائيه، يعني نعم اللي بتخلينا يعني في مود مختلف تماما. يعني بترفع من اللقاء، ما في كلام. يعني دائما بقول لهم مع كل صباح يعني الاغنيات الجميله دي بتدي الناس معلومات كويسه، ما في كلام. نتمنى انه التواصل بتاع الاجيال ده يكون في الغناء وفي كل الحاجات، يعني نعم اكيد بتكثر من الخيش أكيد. برضو نعم احنا نتكلم عن الخيش. طبعا الخيش يعني الناس يمكن بتفتكر انه حاجه بسيطه، لكن الخيش ده يعني مؤثر على الاقتصاد. يعني احنا في البدايه امين يا ريت تكلمنا عن الخيش عموما قبل ما نتكلم عن اهميته للاقتصاد وكذا. الخيش هو ذاته شنو؟ ويعني في 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 عجاله عن الخيش، لكن لابد ان نبدا بان تحيه للشروق في انها يعني اهتمامها بالزراعه. نعم. ودي انا يعني الواحد شايفها في كثير من الحلقات واللقاءات. الزراعه طبعا واحده من المعاملات ما بعد الحصاد، يعني بتجي عمليه الحصاد نفسه والتعبئه والمناوله والتخزين ثم التسويق. فالخيش عنده دور في انه احنا بنعبي فيه حقيقه. يعني احنا جرت العاده في السودان انه الناس بيستخدموا الخيش زي ما بيستخدموا تقنيات اخرى في التعبئه. صح. والان في يعني الصناعه بتاع التعبئه في السودان كمان، يعني فمن هنا بتجي الاهميه بتاعت الخيش. انه يعني من ناحيه تاريخيه احنا بدينا بالمناسبه في السودان اكثر في الستينات حاولنا نستورد بعض الاصناف من الجوت والكناف من الهند عشان نبدا تربيتها في السودان وانتاجها، ونجحنا في الحكايه دي في محطه بحوث ابو نعامه، واتعملت عمليه الفلاحيه، وكمان عملوا مصنع بتاع الخيش في ابو نعامه. يعني نعم يزول بيسمع مصنع الخيش ابو نعامه. والحاجه اللي بتحير جدا انه الخطه الاستراتيجيه كانت انه احنا نكتفي من الخيش 1975 75 نكون اكتفينا. اكتفينا الان ولا ما اكتفينا؟ للاسف ما اكتفينا، ودي ده موضوع انا افتكر انه احنا من خلال الحلقه دي ممكن نشوف المشاكل والعوائق. نعم جميل. طيب ده الوضع الان في السودان، يعني 75 ما تم الاكتفاء الذاتي، الان احنا كيف وضعنا؟ احنا الان بكل اسف بنستورد خيش بما يقارب ال 75 مليون دولار سنويا. نعم. يعني احنا بنصرف ملايين الدولارات الان عشان الخيش. ويعني انا اعتقد انه دي حته محتاجه لوقفه. يعني اذا فكروا الناس ان 75 اكتفاء حقه، احنا الان في الفينات هذا القرن يمين، لان احنا في كل الحاجات واقفين. يعني نتكلم عن الخيش، نتكلم عن السكر، عن السمسم، عن القطن، عن السمك، احسن ناس واقفين. يعني انت بتتكلم من الستينات، يعني حاجه. ولا والفرص عندنا احنا طبعا بدايه بالنسبه الموطن الاصلي بتاع الحياه دي موجود عندنا، يعني اصناف دي بريا عندنا موجوده. الجود حاجه، وفي اكثر من 40 صنف، والكناف حاجه، واحنا نجحنا في اننا نربيه وننتجه. وعملنا مصنع له، يعني عندنا مقومات. طبعا زمان اصلا البدايه كانت في الهند. احنا كنا مستعمره انجليزيه. نعم. والهند مستعمره انجليزيه. الانجليز كانوا بدوا الصناعه دي في 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 بنجلاديش حاليا اللي هي هندي سابقا، كان جزء من الهند طبعا. نعم. بنجلاديش. واحنا كنا بنجيب في الوقت ذاك من بريطانيا الخيش بنفسه، بنجيبه من بريطانيا. يعني كان عندكم قروش كثيره. كان عندنا انتاج كثير. فاسال احنا افتكر انه مع الموضوع بتاع التحول، لو احنا بقينا الزراعه المرتكز بتاع الاقتصاد بتاعنا حقه فعلا، احنا الحياه دي نديها اهتمام ونحاول نعيد هذه الامجاد باننا نعمل على التخطيط بتاع نبدا من إن ما احسن نبدا من ان ننتظر اكثر من ما انتظرنا. يعني نعم. فالشاهد انه عندنا فرص بتاع ان احنا ننتج هذا الخيش في السودان، زائد برضه في فرص اخرى بتاعت انك انت في بعض الدول زي مصر الان بيستوردوا الالياف من بنجلاديش وبينسجوها في مصر. يعني حتى برضه مرحله، يعني حقه احنا برضه النسيج ده صعب؟ مساله في غايه السهوله. طيب احنا عندنا تاريخ في هذا. انت ليه بتستورد فلنفرض انك ما زرعتها؟ نعم. وما انتجتها؟ نعم. طيب جيب عشان تنسج النسائية دي برضه صعبة؟ ما صعبة. ما في مبادرات؟ احنا الان بنستورد من مصر برضه كمان، يعني هم بيستوردوا من بنجلاديش الالياف وبيجهزوها لنا، واحنا بنستورد بعد ذاك جاهز. يعني احنا متعودين على الحاجات الجاهزة. عندنا اشكالية ولك الجاهز مشكلة. واحنا عندنا حوجة للمسألة دي. عندنا حوجة باعتبار انه احنا عندنا مشكلة في التخزين، والخيش واحد من الخيارات بتاعت انك انت تخزن في العراء، ممكن يعني يتحمل احسن من البلاستيك والحياة دي.
واحنا عندنا فرصه بتاعت ان احنا ننتجه، عندنا فرصه بتاعت ان احنا نستورد الياف ونجهزها ننسجها. ده بقول لي تكلفتك يعني. لا انت ليه الان بتستورد من مصر؟ مصر بتنسج، انت ما تجيب الحاجات اللي بتجيبها مصر وانت تنسجها. ما مشكله، وانا عندي قلت لك عندنا حوجه، انا عندي حوجه الان. ما في مبادرات؟ يعني انا افتكر انه في اشكاليه بتصير حقيقه، في اشكاليه بتاعت انه احنا ما قادرين نرتب اولوياتنا، يمكن يكون دي واحده من التحديات المهمه جدا جدا، وبالذات لحاجه انت عندك منها حوجه سنويه يعني. يعني ناس مثلا الان انا افتكر انه الان الوضع الرهن الان من ناحيه موجودات عندنا كفايه الان من الشوالات الحمد لله للموسم يعني عندنا ما يكفي. استوردناها ولكن في حوجه بعد شويه حتكون للبيش اللي هو ده بيستعملوه في البراد بتاعت القطن وتعبئة القطن. أيوة. وبعدين بدروا شوالات بتاعت القطن، ودي كل حاجة احنا محتاجين اننا نرتب ليها حياتنا على اعتبار انه احنا الان عندنا توسع في زراعة القطن. احنا محتاجين للدولار، الدولار احنا بدل نجيبه في خيش احسن احنا الخيش ننتجه بالزبط. او ننسجه ولا شنو؟ الناس حقوا يعيدوا المحاولة دي رغم انه كانت فيها اشكاليات بتاعت انك انت محتاج مويه كثير، واحنا ما عندنا مشكلة مويه في تقديري بتاعت انه نوفر لهذه المدى. العمالة برضه افتكر انه ممكن نستوعب عمالة اعتبار انه المنافسة الان مع بنغلاديش انه العمالة في بنغلاديش ارخص، لكن برضه انا افتكر انه اذا انا بحقق وفرة بتاعت انتاج انا افتكر ممكن اصدر حتى كمان لدول الجوار حولنا واجيب عملة صعبة يعني. نعم نعم. طيب طالما نحن نتكلم على العمله الصعبه خلينا نتكلم على التكاليف الماليه بصوره عامه للخيش. اذا نحن قلنا عاوزين نقوم بكل الاجراءات من البدايه انه نحن نحضن الحاجه دي لحد ما تطلع الصوره المطلوبه. مؤكد لو قدرنا اننا ننتج محليا من مؤكد حقل تكلفه كبيره جدا جدا، وحيكون متاح في المواعيد اللي احنا عاوزينها، لانه برضه اجراءات الاستيراد ما عادت بسهوله يعني. بجانب انه اذا احنا استوردنا الياف وصنعناها في السودان برضه ده قيمه مضافه، احنا ممكن نشغل عماله، احنا ممكن نوفر برضه في التكلفه، لانه ديفينتلي استيراد الياف خام غير انك تستورد شوالات جاهزه يعني. نعم. زائد انه احنا ممكن نعمل المواصفه اللي احنا عاوزينها برضه تتحكم في الوقت، برضه واسع من الحياه انه بدت بالحوجه دي تظهر اوزان اقل من المطلوب حتى. آه نعم. يعني هنتكلم عن الشوال بيتكلم عن رطلين وربع، ده الوزن بتاع الشوال. الان بدات تظهر في الاسواق اقل من 2 وربع، وده كله حيكون اثره في اننا ما حنقدر نستعمل الاستعمال الامثل. حيكون في فاقد اضافي لانه ده واحده من التحديات اننا فاقد كبير في محاصيلنا الزراعيه المختلفه بسبب التخزين المناوله والتعبئه وخلافه. نحن الان قاعد نخزن في شنو غير الخيش؟ بنستعمل الان في استعمال لشوالات بلاستيك، دي عندها أثر سالب؟ يعني أنا مؤكد، أنا أفتكر إنها ما بتكون بالنسبة للتخزين في العراء. مؤكد البلاستيك في حرارتنا ورطوبتنا العالية دي أفتكر إنه يكون في تأثير كبير جدا وفاقد أكبر يعني. وبرضه زائد المدى بتاعت الرص نفسها حيكون فيها تأثير. نعم. المدى بتاعت يعني حيكون في فاقد، وإحنا أصلا بنعاني من النسبة بتاعت فاقد عالية كبير، وخاصة إنه المحاولات دي عندها قيمة. يعني نتكلم عن رطو السمسم فاقد، ولا كيلو بتاع بذرة بتاع القطن فاقد، ولا كيلو بتاع القطن. مشكلة هي دي، مشكلة كبيرة جدا تكون عندك أنت. البلاستيك إحنا برضه بنصنعه ولا برضه بنستورده؟ برضه بنستورده يعني دي المشكلة بتاعتنا الاساسيه. لا انت بنصرف قاعد نعمل شنو؟ لا لكن افتكر انه في مشكله حقيقيه والله. حقه احنا نعيد الترتيب بتاع الاولويات ده، وحقه نشتغل برضه. لما قامت سنه 75 المنظومه بتاعت الانتاج بتاع الخيش ده كانت وزاره الصناعه مع وزاره الزراعه، ادارات وزاره الزراعه نفسها، البحوث الزراعيه، الهندسه الزراعيه، كل الناس كانوا شغالين في تيم مع بعض في تناغم كبير جدا جدا، وكنا بنبحث ونتخطى يعني بنحسس خطانا في ان احنا نشوف التجارب الدول الاخرى. حقه احنا الان نبدا بعد ما كل هذه الفتره حقه نبدا حتى لو انتجنا 20% من احتياجنا. نعم. برضه بيقلل من خطوه يعني. نعم. اذا خصصنا في انتاج خيش القطن مثلا ده برضه حيوفر لنا 75 مليون دولار ندخلها في حته ثانيه ولا شنو؟ ده بالتاكيد حيكون لنا اولويات اخرى. زائد برضه واحده من التحديات انا افتكر انه محتاجين احنا برضه نحسب حساب اقتصادي، احنا محتاجين قدر شنو من هذا المدخل وبكلفنا قدر شنو وعندنا شنو. انا برضه انا افتكر الاستيراد على كده على انه نترك الحبل في الغالب للاستيراد يعني قد يدخلنا في تكاليف إضافية. الاستيراد ده الان هو بيتم بجهه حكوميه ولا كله انسان يجيب هو زي ما عايز؟ هو تاريخيا في اكثر من 50 جهه في السودان قطاع خاص بتشتغل في هذا الخيش يعني. طيب لكن الفتره الاخيره بدا البنك الزراعي عبر شركته بتاع الثوره الخضراء يستورد كميات، وانا افتكر ده برضه انت ما محتاج حتى لو في موارد ممكن يوفرها القطاع الخاص. حق الناس تعتمد على القطاع الخاص يعني على اعتبار انه
ده بيوفر على جال ال 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 الضغط على الخزينة الدولية. لكن القطاع الخاص ممكن يكون يشتغل على انه هو يستفيد، يعني انه يعني كونه البلد ما يكون عندها زراعه خيش او انها تستورد عشان تنسج، عشان هو يستفيد يعني الاستفاده الفرديه ممكن برضه يعطل. لا ما افتكر، ما افتكر انه يعني الموضوع طبعا الحكومه تستطيع انها تغير بالسياسات، تستطيع ان تغير اتجاهات المساله اذا هي فعلا يعني بذلت جهد في انها توطن التصنيع سواء زراعة وتصنيع أو إنتاج ألياف تصنيع نعم. ألياف المهم أنا أفتكر أنه محتاج مسألة لأننا نحن نعيد النظر في سياساتنا في المسألة بتاعت كمية الترخيص اللي احنا بنستعملها دي في أسس خيارات برضو مطروحة في سايلوس باكس اللي هي دي حياة التقنيات الجديدة بتاعت التخزين ودي برضه ميزتها أنها بتقلل التكلفة وتقلل الفاقد من المحصول في تخزين سايب يعني أنت ممكن تستعمل حصاد ماشي وبعدين تخزن في صوامع ده برضه بقلل انك استخدامك لانه برضه الخيش ده في واحده من الحياه انك انت بتستعمل في اجراءات بتاعه مناوله وتحميل اكثر من مره يعني نعم. المدى دي ممكن تختصرها بانك انت بدت محاولات بتاعه حصاد سايب انك انت تمشي بالتقنيه بتاعه الحصاد الماشي وتخزن بعد ذاك في الصوامع ده بيقلل زايد التحدي الاهم انه انت اذا تتكلم عن صادر الصادر دي يجي منه تون بمواصفات يعني الطريقه بتاعتنا التقليديه بقى الان التقليديه ما بتكون مناسبه لانه الحاصد ما في في الشاهد انه في 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 الصادر ما في بيع بالكوم يعني المساله بتاعت كواليتي نعم ومواصفه وقياسات وكل حاجه محسوبه يعني نعم وبالتالي حقه احنا نمشي خطوه في اننا احنا نجاري المستوى العالمي يعني احنا انا اعتقد انه محتاجين في المساله بتاعت التعبئه دي احنا وخاصه انه الان في صناعه حديثه بتاعت التعبئه فيها الان مصانع كثيره بتشتغل على التعبئه لمنتجات زي العدس والفول حتى البصل الان بدوا الناس عرفوا في انهم بيعبوا من الشوالات الكبيره في مقاسات اصغر عرضها اقل وبقلل الفاقد بتاع المزله لانه برضه معاملات بعض الحصاد مزله التبخير والتطهير بتاع المخازن محتاج لمواصفات وقياسات احنا محتاجين في جانب بتاع تقليل الفاقد مع بعض الحصاد اننا نتهد لاعتبار انه هذه المحاصيل عندها قيمه سوقية عالية يعني. نعم والتخزين في 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 الخيش ما بيبقى ده القيمة الأخرى أنا بتكلم عن الجوانب الصحية باعتبار هو واحد من أفضل الخيارات إذا تكلمنا عن البدائل الثانية أنت أشرت قبل شوية للصوامع والناس بتتكلم عن المطامير يظل في وضعنا الراهن نوع إحنا بنعاني من مشكلة بتاعت سعة التخزين يظل الخيش واحد من الخيارات اللي ممكن يعني تساعد في إننا إحنا نحفظ حياتنا دي كخام يعني نعم. كخام لكن برضه هي برضه عرضة للآفات وعرضة لمشاكل كثيرة جدا أمطار وعرضة الخيش ذاته يا مين أنواع مش كده؟ الخيش أنواع لأنه في خيش بيهتري يعني بسيط تلقى الشوال طوالي فتح نعم. ده مستورد برضه هو يعني الخيش ده مستورد كل الخيش اللي عندنا الآن هو مستورد؟ كل الخيش عندنا مستورد الآن لكن طبعا من يعني في بنجلاديش في كذا مصنع بتاع خيش يعني في درجات في درجات في الهند في مواصفات يعني الخيش برضو في العالم في مواصفات يعني حسب انت احنا عندنا لحسن الحظ مواصفه سودانيه للخيش لكن ما دائما بنلتزم باننا احنا نستورد حسب المواصفه الان اللي بيستورد منه الخيش جهات عديده انا اكبر طيب. اكبر مستورد انا البكه الزراعي طيب الحكومه ممكن تكون عندها سيطره على انها تستورد هي عشان تجيب مواصفات محدده يعني الناس بتتكلم الان بيقول لك يعني كان عندنا نحن هنا كلام بيقول لك البضاعه الصينيه عرفنا انه البضاعه الصينيه هي درجات نعم. الصين بيصدر لاستراليا ولامريكا يعني نعم. هل اللي بيصدر لاستراليا وامريكا هو اللي بيصدر للسودان الدخول او الخصخصه او دخول الافراد برضه قد يعطل بمعنى انه انا اجيب حاجه رخيصه وابيعها لك انت بالغالي لا ما هو انا افتكر انه الدور بتاع القطاع الخاص في المساله دي انا افتكر انه مهم اعتبار انه عنده تجربه بيدخل عبر مواصفات ولا بيدخل هو براحته مواصفات ما قلت انا بقول لك انا حق الحكومه تركز في ان هي تعمل السياسات نعم. والاحكام الفني بتاع المواصفات ده المهم بعد ذلك تخلي المساله بتاعت التسويق والترويج لانه برضو المشتري لو حس انه البضاعه ما مطابقه للمواصفات ما او ما بتلبي ما بيدفع فيها انا افتكر انه المحك حقه يخلوا المحك انه الخيار بتاع السوق والاتجاهات زايد تجربة القطاع الخاص أكثر من 50 جهة الآن أنا أعتقد أنها ممكن تحقق للسودان الدرجة بالاكتفاء زايد المهم إن إحنا ندفع في اتجاه إننا نشجع مثلا التصنيع المحلي كاعتبار إننا إحنا محتاجين لهذا المورد حقه إحنا نعمل على إننا نقلل تكلفة الفاتورة بتاعته الكلية بتاعتنا نعم. إحنا بنستورد بأكثر من المبلغ الكبير ده مبلغ كبير نحب نقلل هذه المسألة نعم. كان مفروض حسب التخطيط إنه في 75 نحقق الاكتفاء الذاتي ما حققناه وإلى الآن ما حققنا المشاكل شنو مانعنا من الحاجة دي إحنا طبعا في وقتها واحده من المعوقات كانت التحديات اللي واجهت الناس في مصنع ابو نعامه انه
كان محتاج ليه، لانه في اجراءات يعني في تصنيع الخيش ده بعد انتاجه في خطوات بتاع انتاج الخيش ده الالياف نفسها، في حته في عمليه اسمها التعطين، تاخد البتاع ده في احواض لمده عشان تضمن انه تفصل الالياف، الالياف دي تكون داخل النبات جوه النبات وسيقال النبات يعني، لانه اوراق بتسقط، بالتالي انت محتاج لعمليه دايره عماله كثيره ودايره مويه كثيره ودايره صبر شويه كده. يمكن ده واحد من المعوقات اللي انت بتحدد بتاعيه، لانه بعدك الطول بتاع الالياف دي ومتانتها وجودتها ونعومتها، دي كلها عوامل بعدين بتاثر في مساله التصنيع بتاع القيش. ده كلام سليم. فدي ده واحد من التحديات كانت الماسه بتاعت اكيد بتقول انه دي كان ممكن الناس يحلوها يعني. نعم. بتدريب على العمالة الموجودة دي حقه، حتى لو احنا فشلنا في اننا ننتج الالياف محليا واحنا عندنا فرصة بتاعت انتاج، لانه بدليل انه احنا جربنا الكناف وانتج الكناف بالمناسبة، غير الميزة بتاعت ان انت تنتج منها الياف عشان تعمل منها الحبال والدبارة والشوالات واكياس التعبئة، الحياة الكثيرة دي كلها ممكن تنتج منه زيت كمان، بذرته فيها زيت بتاع 20%، زيت الكتان، زيت الزيت ده بتاع الكناف ده انت ممكن تعمل منه الكناف. الشحوم الزيت بتاع الزيت العرب، الزيت العرب التشحيم العربات، ممكن تجيب منه الصابون، زيت الصابون، ممكن تجيب منه القرنيش، يعني كان عندك كله. عندك منتجات جانبيه اضافيه، ودي برضه عندها قيمه برضه يعني، انا تجيب كورك انت تعمل لك انت مجموعه بتاع صناعات بجانب انتاج الخيش. الحاجات دي كلها ما في راس الاقتصادي موجودة. لا الناس خططوا في السبعينات حقيقة وبدأ كان ده البرنامج. طيب التخطيط ده من السبعينات. لكن احنا ما التزمنا ما صبرنا على البرامج زي ما احنا نعمل في حياة كثيرة في السودان بالمناسبة، احنا بننطط كثير جدا ما قاعدين نصبر على الحياة لغاية ما نوصلها، لأن احنا فترة كنا نطلع من قوته النهائية يعني كنا نطلع نهائيا يعني في 2005 ل 2010 قلت لهم ده يعتبر كده محصول ثانوي. اي كلام. الان بدات المساله نرجع ثاني احنا مشكله نكترف كبيرة. الحاجات يعني احنا بنعطل نفسنا يعني اعتقد الحين حقه الان نبدا حقه الان احنا بعدين الجزر المعزوله دي بتخدم السودان، احنا لازم التجاره والصناعه والزراعه والماليه يتكاملوا وكل الادوار دي، لانه زمان في الماضي التخطيط ما بيجي بالفرديه يعني. نعم. حقه الدوله تحط عليها رؤيه واضحة. نعم. وكل الناس يشتغلوا في هذه الرؤية، زي ما سأل عندنا الزراعة مرتكز للاقتصاد السوداني وغاطر الاقتصاد حقه، كلنا نحشد وراء المسألة دي لغاية ما نوصلها. ده الناس اللي بيعملوا، الناس كلها في ماليزيا في مصر في الصين الناس كلهم وصلوا. وبالمناسبة الصين واحدة من المواطن الأساسية بتاعت إنتاج الجوت والألياف في العالم، يعني وطن عندهم نباتات برية. احنا برضو عندنا نفس النظامات البرية، يعني عندنا مصادر وراثية عديدة لو جمعناها مع بعض ودخلنا مع الناس زي نفسهم في شراكة يعني. ممكن. يعني كان ممكن نعمل معهم شراكة وننتج هذا المدخل اللي احنا نكون خدتين، ده كان ممكن يكون على كافة مدخلاتنا، السماد احنا حاولنا في الثمانينات، في السكر احنا حاولنا، في كل شيء كان ممكن نحقق اكتفاء ذاتي في كثير من الاشياء يعني. والله ده كلام صممنا جميل. مع المسألة يعني. ده كلام جميل، ومن خلال وجودك معنا الأستاذ أمين خضر وأيضا الدكتور نحن بنحييه عبد الماجد هو غايب، نتمنى له سلامة العودة. نحن ده نتكلم إن شاء الله في الحلقات القادمة عن ليه نحن واقفين، يعني كل الإمكانيات عندنا، يعني أي مادة أو أي خام نحن تكلمنا عنه لو أنت أو الدكتور بيقول الموجود عندنا ما عندنا مشكلة، الإمكانيات موجودة، ده نشوف التعطيل ده إن شاء الله من شنو عشان على الأقل الناس تمشي لقدام شوية يعني. يعني نقول إحنا مالنا يا ربي. نحن ما الدكتور قال عامل لنا عمل. حقيقه الزول بيحتار يعني. استاذ امين بيتكلم عن انه اي شيء موجود، الدكتور عبد الماجد كل المعايرات متوفره. نعم متوفره، الانسان موجود. لا مش متوفره زي احنا بنتكلم عن تجربه، انا بتكلم عن الستينات البحوث الزراعيه استوردت الكناف وربته في ابو نعامه وانتجته، وفي 75 عملنا مصنع للكناف في ابو نعامه يعني شيء جاهز وانتجنا خيش. يعني احنا عندنا اكثر من 40 سنه الان في محطتنا نفسها واقفين. المشكلة المصنع الان يعني بكل اسف طبعا اتباع واتدلل، يعني المصنع بتاع الكناف اللي عملناه في النهايه ضقنا به، يعني ضقنا من مساحته الماخذه بعناه يعني بلاله حديد يعني حديد خرده يعني شغاله اتباع خرده ما في حاجه الان بتاعت من الحاجات اللي عملناها دي كلها يعني لو قلنا نبدا حنبدا من الصفر تاني لا يمكن حديد صدى ولا حاجه. طيب يعني الحمد لله دوست معاكم وشكرا استاذ ابي خضر خبير اقتصادي، نلتقي ان شاء الله في مواعيد جايه وشوف مواضيع كثيره برضه. شكرا.
لكن نطمن الناس انه الخيش موجود الان ما في مشكله وحيكون متاح يعني ما في اي مشكله عشان ما الناس يزعجوا اي ما يخافوا المتاح الان في السوق عند القطاع الخاص والشركات الحكوميه كثير يعني نعم وكفايه وبيكفينا ان شاء الله بيكفينا ان شاء الله نلتقي في حلقات قادمات ونكون صنعنا الخيش والبلاستيك حققنا منه الاكتفاء نعم الذاتي باذن الله.